تحول الآن للمباراة النهائية في وزن تحت 73 كيلوغرام. ابن أخ اللاعب الأسطوري حبيب نور محمدوف، اللاعب الروسي محمد نبي مرتضى لييف بالملابس السوداء مع اللاعب محمد المنهالي، تيم 777 ونادي العين في نهائي وزن تحت 73 كيلوغرام مستوى الحزام الأزرق ناشئين. مثل ما ذكرت حبيب نور محمدوف موجود في دولة الإمارات، وهذا هو ابن أخيه يتنافس الآن على بساط بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو ومرشح لنيل الميدالية الذهبية، إلا إذا كان لمحمد المنهالي رأي آخر. هنا أولى نقاط هذا النزاع لصالح محمد المنهالي وسط تشجيع زملائه كابتن الفريق زايد الكعبي متواجد الدرجات أيضا وراء زملائه وبالأخص الناشئين منهم. حكم أوقف النزال، وهناك مشاورات مع إبراهيم حسني. استأنف النزال، يقف سريعا مرتضى لييف. شوف اللاعب يمتاز بفنون قتالية أخرى بكل تأكيد، عدل النتيجة الآن. أفضلية تضاف الآن إلى رصيد محمد سالم الشمسي بالمركز الأول. محمد ستوب الميدل، الميدل حكم يعيدهم إلى وسط البساط. فايت سيمبل يستأنف النزال من جديد. دقيقتين و15 ثانية. محمد المنهالي يعني أداء جميل صراحة، تغلب على اللاعب النرويجي، وهنا يعطي اللاعب الروسي مرتضى لييف مباراة قوية، يعني ليست مباراة سهلة للاعب الروسي. حاول هنا لعبور دفاعات اللاعب الإماراتي، ما زالت الأفضلية هي الفارق بين اللاعبين. فايت سالي يحاول الآن، يعني بنية اللاعب الروسي بنية مثالية للفنون القتالية، طولة وزنة ما شاء الله عليه، يعني لها يعني مستقبل هذا اللاعب الروسي. وأيضا محمد المنهالي يعني مثل ما ذكرت على الورق لما تسمع مواجهة روسية وإماراتية الروس عندهم خبرة أكثر، لكن ما شاء الله عليه لاعب نادي العين يقاوم، باقي 50 ثانية وفارق بينهم أفضلية، وحتى ممكن يسوي سويب الحين ويتقدم لو يقدر محمد المنهالي. فرصة الآن، فرصة لمحمد، هل يفعلها محمد المنهالي لاعب نادي العين أمام جماهيره؟ نعم يفعلها، فعلها محمد المنهالي ويتقدم 4-2 على اللاعب الروسي محمد نبي مرتضى لييف. خمسة وعشرين ثانية ومطالبات من زملائه للثبات في هذه الوضعية والاحتفاظ بهذا التقدم أمام اللاعب الروسي ابن أخ بطل اليو اف سي والفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف، اللي ربما يشاهد هذه المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية في مكان ما في أبو ظبي. نعم بالفعل محمد المنهالي صراحة هو مفاجأة هذه البطولة. محمد المنهالي لاعب نادي العين هو مفاجأة هذه البطولة، تغلب على اللاعب النرويجي كيان شمساي، والآن يتغلب على اللاعب الروسي محمد نبي مرتضى لييف،
ويفوز بالميدالية الذهبية في هذه الفئة. Good fight, guys.